ما اوكي. السلام عليكم ورحمة الله، معكم نجستيك. هذا المقطع العاشر اتوقع من هولو نايت. المهم ما علينا، الحين في المقاطع الماضية خلاص خلصنا البوس الثلاثة. المقطع الماضي كان هو اخر بوس بالضبط، والحين جاء الوقت بان نروح لمعبد البيض السوداء. الحين حنا عنده على طول، هذا هو المعبد. اوكي خلاص البوس الثلاث خلاص خلصناه من الاحلام، كسرنا الختم. الحين جاء الوقت اتوقع ان نقابل، اتوقع ترى انا ما ادري يعني، اتوقع نقابل الهولو نايت، الفارس الاجوف والمجوف اتوقع. ميبي او ايش ذا؟ واو رس. اوكي او ايش ذا؟ vessel though bound you shall know the state of the world hollowness will be whole again. او بامكاني شكل الحين اشوف كم النسبه اللي ختمتها من اللعبه. I think so. اوه يعني فتحنا خلاص كل المناطق، بعضها فرعية صحيح لكن خلاص فتحنا كل شيء. اوه خلصنا 82%. واو حس خلاص نهاية اللعبة، هذا هو جالس يجيني شعور الفراغ. احس هذا اخر بوس، احس بسم الله. تقفل الباب ورانا. بسم الله. اه شوفه شوفه جالس يطالع فيني، متخيل؟ شوف جالس يطالع فيني. فكين الأول، الثاني، ثالث، باقي الأخير. خلاص فكينا كل السلاسل. أحا أهلين The Hollow Knight الفارس المجوف. واو إبك إبك. أحا هلعب بالصحة. أحا أحو بو يا بو. أحس أني جالس أضيع قلوب زيادة، جالس أبذر. هذا غش. حتى أنا ترى عندي سحر، عندي تعويذات، عندي قدرات. كفو خلينا نلعب بصحة. هح ووه طعن نفسه. أحا جالس يطعن نفسه. أح جيم الله جالس يطعن نفسه. اشبه انا عارف انك ضحيت بنفسك لكن مو معناته انك جالس تطعن نفسك وانا جالس اقاتلك. اح يبو 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 ذا هولو نايت الفرس صراحة ايبك. حتى اسمه لما يطلع صراحة تحس انك خلاص على وشك انك تبدأ حرب، تحس انك انت الحين ما بتقابل بوس عادي، جد تحس باجواء البوس الاخير. احا شكله بدأ بدا يطعن نفسه. الو احس اني بديت افهم القصه من بوسين بالضبط قابلته من حد الحين، الهولو نايت
والوعاء المكسور البروكن فيسل. الاثنين كان فيهم الوباء هذا، وكان فيه زي التمثال او التذكار للفارس المجوف الهولو نايت، يقول انه من خلال تضحيته هولو نست راح تصمد للابد، او راح يعني تبقى موجودة للابد، يعني ما راح تختفي. هولي شيت، كاني هزمته. شكله كل واحد ضحى بنفسه عشان يحتوي الوباء هذا، الوباء هذا البرتقالي، لكن فشل يب. والوباء شكله دمر هولو نست قبل ما يقدروا يحتوونه. اللي ايش فيه؟ ايش فيه؟ اتوقع اللي صار اني انا اخذت مكانه وضحيت نفسي انا عشان احتوي الوباء. انا لسه لحد الحين مو فاهم القصة كثير. لكن الشيء الواضح انه شكله كان في وباء يبغى يدمر مملكة هولو نست، لكن قام الهولو نايت هذا وضحى بنفسه عشان يحتوي الوباء ويمنع انتشاره. Congratulations. Well done on achieving this great feat. You preserved and you triumphed. We hope you enjoyed yourself in the world of Hollow Knight. We'll meet again soon on the road ahead. Game completion. 83%. 29 ساعة. قضيت على اللعبة تقريبا 30 ساعة. سبيت لي اخي، مره اللعبه مره فخمه صراحه، اللعبه مره حلوه، مره 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 حلوه صراحه. اتمنى استمتعتم. ضربت الكمبيوتر بغلط. اتمنى استمتعتم والله بالسلسله، انا مره استمتعت. اللعبه اسطوريه، محتوى كبير مره مره كبير، واللعبه مره صغيره. يعني انا لما حملتها كانت تقريبا 3 جيجا ونص، طلعت قلت اوه لعبة قصيرة، مرة تجنن. اكرر، اتمنى استمتعتم. اذا استمتعت سوي سبسكرايب، واذا استمتعت اسحب على اول قناة، واشوفكم ان شاء الله في لعبة ثانية او في مقطع ثاني. يلا السلام عليكم. اوكي. معلش اني كذا فجأة قمت بعد ما انتهى المقطع قمت كملته، لكن فضولي هو اللي أدى لهذا الشيء. باختصار اللعبة لها أكثر من نهاية. أنا حسيت إنه كذا في شيء ناقص بكل صراحة، يعني برضو ما عجبتني النهاية هذيك. فرحت أقرأ فاكتشفت إنه في نهاية، النهايات الباقية ما عندك تفتحها إلا لما تحصل على هذه التميمة اسمها Void Heart أو القلب الفارغ. لما تحصل عليها تروح للمكان اللي المفروض إنك تقاتل فيه البوس. أوكي؟ اوكي تروح له وهنا تبدا تتغير الاحداث. من تلاقي هورنت تقول الطريق مفتوح بطريقه او باخرى، نهايه تنتظرنا بالداخل. ايش تقول؟ ما راح انضم معاك في هذا. هذا الفراغ مبني عشان يحتوي امثالك. تقول ما ادري راح تجذبني السلاسل اللي فيه اذا دخلت معاك. لا تتفاجأ، ما راح اضحي. I will not risk my ما راح اضحي بحياتي في محاولتك انت، لكن اذا شفت انه فرصه سمحت لي راح اساعدك اذا قدرت. تقول يا شبح هولو نست، انت عندك القوه انك تختار او تحدد نهايه من اختيارك.
تقول هكانا السماء هكانا السقاموس. يلا هنا تبدأ توقع تتغير النهاية. للعلم القطعة هذه تميمة فويد هارت ما تحصل عليها إلا لازم تروح منطقة بعدين تأخذ جزء بعدين نزل تروح منطقة ثانية تأخذ جزء ومدري إيش تسوي يا بوه يعني شغل شغل. اسمع لكم خلصت كل هذا. يلا توكلنا على الله. توقع خلاص مكسور السلاسل يبقى كسرتها. يلا The Hollow Knight. إيه امتلكت زي القدرة شوفوا بإمكاني كذا كأني أختفي من يعني أدخل من خلاله. خلينا نلعب بصحة. أوه هورنت دخلت ياب. آه صح تبي نضرب بال بهذا ياب. هنا تتغير. ووهو متحمس أنا صراحة. أوه تشالنج. تحدى مين؟ واو واو The Radiance الإشعاع. أح يبو تنقص قلبين. أح اشت الغش. أح يبو يبو هاي هاي ايش السالفة يبو. لا تقول اني ارجع اقاتله مرة ثانية. ارجع اقاتل هولو نايت مرة ثانية. ايوه او لا ايوه والله اني ارجع اقاتله مرة ثانية. هيا يبو الشعاع هذا مدري الاشعاع هذا مرة قوي مرة قوي. اوه بمكان نضربه. يا لطيف نقص قلبين. كل ضربة تنقص قلبين يا بوه. ايش ايش كيف كيف اصبر اصبر كيف تفادى هذا. الموسيقى هي اكثر حاجة برعت فيها اللعبة هذه. يا بوه يا بوه يا بوه ما ادري ايش السالفة. تعرف يا اخي شلون المشكلة؟ لما تنسى ان عندك قدرة، قدرة معينة فهمت يعني قصدي؟ عندك قدرة معينة تنسى وجودها اصلا. جيكا كانها تقول جيت جود. اوكي القدرة هي والله انا غبي صراحة نسيت هذه. احا نح يا بو احمد يا بو. يب اخيرا. اوه ايش صار جالس يصير. أحا وأنا الشخص اللي توقعت أنه انتهى القتال. يبو يطول القتال يطول يا شباب مرة يطول. أوه الله يعين الله يعين. يعني الظلام جالس يحاول يمسكه متخيلين. الظلام تحت والإشعاع والرايدينس هذا جالس يطلع كل شوية فوق. أحا بغي يقتلني يلعن أهله. أوه بيبي دام إيش هذه النهاية الأبيك. يلعن شكلهم الظلال كلهم جالسين يمشون معايا. كفو كفو مسك الظلام. اوه روح الهولو نايت نفسه.
Oh my god. حتى روحي أنا انفكت. واو. طيب. شو أسوي الحين؟ أوه. أضربه. واو هورنت تعيش؟ تعيش. والبيضة اختفت، غريبة وين راحت؟ البيضة كانت تحتوي الوباء. انا شكلي مت. هذا الإبس، البعد اللي تجتمع فيه أرواح الضائعين أتوقع خلاص كذا انتهت. هذه النهاية الحقيقية. النهاية الأولى كانت محبطة، أقسم بالله مرة محبطة، تحس في شيء ناقص، في شيء ناقص بالنسبة لي أنا حسيت. المهم شكرا على المشاهدة، وأشوفكم إن شاء الله في مقطع ثاني أو سلسلة ثانية. يلا السلام عليكم.